المجاهدة دنون يمين الملقبة إبان الثورة التحريرية بمالكة هي أول من خاط العلم الجزائري بسيدي بالعباس في وقت كان فيه المواطنون لا يعرفون راية وطنهم بسبب منع المستعمر الفرنسي حيازتها وسعيه الدائم لدفن الهوية الوطنية لدى الجزائريين. في 56 كان عندي قضية في المغرب في الرباط بالذات ولي ديريجون اف ال ان لي برومي لي كانوا يسيروا في الثورة كان البيرو تاعهم في الرباط في العكاري، وانا كان عندي قضية تما كنت نروح عندهم ونشوف داك الاعلام هاكا تاعنا ما كنتش نعرفه. نقول لك صح ما كناش كاع نعرفوا الاعلام كي داير. مالكة التي لا زال جسدها يحمل اثار التعذيب الذي تعرضت له على يد العدو بسبب شجاعتها في خياطة أكبر راية وطنية بغرب البلاد آنذاك وتوليها مهام معالجة المجاهدين الذين يصابون في ساحة المعركة. كانت الثورة من قلبوني العسكر هذاك العلم اللي كنا نسهروا عليه الليل والنهار أنا واختي فاتحة نخدموا في ذاك العلم، هذاك العلم قضبوه العسكر ومن قضبوه جابوه وداروه في البيرو تاع الكابيتان. أنا شفته عند البيرو تاع الكابيتان، ومن بعد كي استقلينا هذاك الاعلام روح يا زمان وروح يا زمان لقيته انايا في المتحف تاع الجزائر، وهذاك الاعلام انا الاولى اللي درته. مراحل جهادها برفقه جميع افراد اسرتها واخرون من ابناء المنطقه ومنهم من نال شرف الاستشهاد يبقى يشكل ارشيفا نادرا جعل من مسكنها العائلي قبله للباحثين عن بطولات المجاهدين والشهداء الابرار.